ساعتها يونايتد كونكتد اوبن سيرك هاي امبيدنس. ساعتها هاي امبيدنس تقدر تعمل درايفنج للايش؟ للسيجنال الله يعلم من برا. اوكي بصير ان بصير كده تمام، وهنا كان بيرد باي ذيس سيركت اشتغل. هذا بسموه تراي ستيت اللي هو ايش؟ اللي هو سفر. لكن مرات انا لاحظ هنا اذا كان الدايت هناك واحد نسيت او تطلع على مين؟ على برايم تمام، وبرضه في كتاب يخش لو درس في الباب هذا يخش مش عارفه مش مشكله، تقدر تستخدم البفر ايش اللي هو التالي. شوف هنا هنا برضه باي دايركشن في له 1 كنترول لاين في 2 بفر بس واحد اثنين اوكي. لو واحد هنا في الباب كنترول لاين لهذا وهذا انت سيف، لكن هنا شغال اللي هي بالهاي اللي هو ترى هنا شغال بالايش؟ وبالتالي لو كان هنا هاي البفر هذا حيلقى صح؟ لا سيك اوت هنا برا على الدي اي، وهذا حيكون فاتح البفر هذا حيكون شغال ولا مش شغال؟ حيكون لما يكون زيرو، وبالتالي هنا كان ايه؟ كان اسمه ميس، فالي سيك اوت حتطلع على مين؟ حتطلع على الدي اي الباي مظبوط؟ تطلع ايه؟ على الدي اي الباي. لكن لو كان هنا بزيرو هذا حيكون ايه؟ يعني هاي امبيدا. طيب او نرجع اولا لو هنا هاي لو هنا هاي هذا حيكون اوف رقم على الـ RBI هذا مش حيكون اوف، وبالتالي مش حيصير في فيدباك يصير في ايش؟ من الفيدباك. الاولاني اللي فوق كان حيصير فيدباك شوف ولا ما قديش على الفيدباك يدي بس سيجنال يدي بس سيجنال يطلع على RBI خلص بنخلي لنا واحد ساعتها بيكون هذا من هنا من الشوطي السيجنال بتاع الـ RBI بيكون هذا الزيرو يعني هذا از نوت انيبل يعني بيكون انها بيكون از انيبل بيكون اللي هو هاي اللي هو في دانس وساعتها الفيدباك هذا محصل مصف لهنا مصف لمين؟ لست اللي هي تمام؟ لكن العكس ايش ليش حيصير لو هنا بزيرو كانه هذا الديسكونكت مظبوط هذا مظبوط وهنا حيكون واحد معناته هذا او انا ايش او معناته البي اي هنا حيكون على مين؟ على السيجنال أنا باي دايركتن بس إيش منعت فيه الفيدباك لما يكون فاتح من السيك أوت إلى البي آي منعت إيش الفيدباك تمام؟ ويقول لي المستخدم إيش اللي هو البروجريس اللي هو الباي دايركتن اللي هو بافرز يعني في الفيجر هذا ممكن وارد إنه يكون التو بافرز أغلبهم at the same time لا بس لما تتعب صعب شايف ولا واحد ينبل وثاني بيكون ايش؟ بيكون اللي هي الديسيبل اوكي؟ واحد شغال على الترو والثاني شغال على ايش؟ على اللي هي الفورس. طيب نشوف كيف نوصف الباي دايشنال اللي هي فورس. الاول نوصف ايش هو اللي هو فيجر ثلاثه هذا الفيجر شوف كيف توصفه. طبعا محتاج الباي هنا على لم يعد انبوت ولا اوت صار ان اوت ما عرفت شغل ان ما عرفت شغل ايش اوت ولا احد النوت تبعت البورتس الان اوت شوف ولا لذلك هنا يو ديكلير الانتيتي از ان اوت الدي اي ان اوت صفر بل بعدين بيجن السيج اوت ايش بيساوي اللي هو السيج اوت هاي عندك هنا السيج اوت بيساوي سامسونج هي السيركت اللي هي اللي بتعملها من دون اي شيء في سامسونج اوت يساوي سم اس انبرشن سم اس اللي هو انبرشن وبعدين السيركت الدولية هذه another اللي هو سيركت سم اللي هي انبرشن تمام سم اس انبرشن داخل فيها السي داخل فيها مين السي ان الثري فايف سكوير بلس سي اس فقلت لي البفر بتقول هذا هذا البفر البفر ايش بيساوي الباي الباي بيساوي سيج اوت والدايل بيساوي كم واحد الاس بيساوي كم بيساوي زي. الليس بيساوي ايش بيساوي هذا هذا السيرش الاولاني هذا ايش هتعمل لك من السيرش التالي؟ تعمل لك البارت البفر مع اللاين هذا مع الاوتبوت لكن لسه ما توصلش مع الشيك ولا الستيتمنت اللي هي الثانيه هذه سيجنال بيساوي اي عملت لك ايش اللي هي الانبوت المطلوب
تمام. بعد هنا البي اي يستخدم كايش؟ هنا 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 كان كان مظبوط كان يا احمد كيف حالك اليوم؟ شوف اليوم شايفك مصحصح ما شاء الله، ما تقول سنة ما كانت بها اي معنى. انت اليوم اول مره تقول هذا معناته هذا المكان الصح اللي انت فيه. مش دائما مش متاح. طيب مش تعال بقدر يكون متاح. اوكي ماشي. طيب احجزوا هذا لصاحبكم الاحمد قبل ما كان. اوكي ماشي. بدنا نشوف البفر اللي هو هذا الباي دايركشنال اللي ما فيش فيه الفيدباك. كيف اللي هو حنوصل مصير. You just need to modify the last اللي هو state اللي يعني هذا بالضبط. يعني الوصف تبع هذا. الأولانية هذه ايش؟ هذه ايش بالضبط؟ حيشايل لك الـ BI كايش كاوت. بدك اللي هو كانبوت بالسبعة بيساوي BI وين الداير بيساوي زيرو. إلس بيساوي زيرو. هذا يعمل لك ايش اللي هو البارت اللي هو الانفرتر هذا مع الفاي ستيت طبعا مع الكونكشن اللي هي. تمام؟ صار على بعضه اللي هو الستيت مثل اللي هي هذه. هذه مع تحت الواي مع هذه تعمل لك ايش فيجر 6 4 هو الفيجر هذا كله واضح؟ اوكي طيب التراي ستيت بفر بيز بس اوكي يعني احنا عملنا اللي هي الباي دايركشنال بس سنجل لاين مش هيك ولا اذا بدي اعمل بس بقدر بس طبعا بتكون اللي هي 6 اوف لاين كلهم باي دايركشنال العدد يكون 8 16 30 40 2 اس اللي هو سمثينج ويقل تطلع ال او ايش كمان طلع فيجر 3 فيجر 6 طلع فيجر اللي هو 6 هو هاي فيجر هاي في اربع سورسز اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 هذا بنقول عنه بس وبالتالي إذا طالما في أربعة sources في عندك بدك إيش بدك أربعة ترايز فقط واحد ثلاثة أربعة كل واحد منهم له يجي كنترول لاين هذا أب نقول زيرو أب نقول واحد اثنين هذا ثلاثة والأوت على هذا إيش واي زيرو الثاني واي واحد واثنين واي إيش واي ثلاثة هنا شوت مربوطين ببعض شوت تمام شوت أوكي وبعدين هنا في ديكودينج سيركت كودر عندي بص لك لقيت انا بكون حابب اطلع واحد من هدول على الباص واحد في كم صوص عندي هنا؟ اربعة في كم باص؟ سنجل باص تمام طبعا ما ينفعش اعمل اكتيفيشن لاثنين او اكثر ات موست كم واحد كان بيكتيفيتد؟ واحد جاست واحد مظبوط ولا والا لو عملت اكتيفيشن اكثر من واحد بيصير شورت سيركت مش هيك ولا اوكي فعشان اختار واحد منهم بجيب ديكودر من الديكودينج سيركت كم صوص انا عندي؟ اربعة فبدك توصل لاثنين في اربعة ديكودر لو زيرو زيرو اللاين هذا بكون ايش؟ بكون اكتف بس الثانيين قررت اكتف لانه قاعد سمعت الكونتر اللاين تاع الاولاني هو الاكتف الباقيين قررت اكتف بعتوا اي بفر بيفتح؟ بعتوا مين بيطلع على الباص؟ اي زيرو بيكون في سيركل ثانية بتقرا الباص عادي سواء سي بي يو او واتي بار او سمثينج تمام؟ لكن لو كان السيليكون قيمته واحد واللاين بيكون اكتف اللاين بار ما فيش بفر بيكون شغال ما تمين بيطلع على على الباص الاي واحد الاي واحد وكذا بالنسبه لمين للتنين كذا بالنسبه للتنين مرات ممكن تحب تعمل للديكودر انيبل انيبل ساعتها لو الديكودر اصلا مش نوت انيبل كم بيكون القيم هذا كلهم كلهم اصفار وبالتالي مين يكون انيبل هنا ولا واحد وثاني كم ايش بيكون الفاليو هنا لا يكون هاي اس هاي امبيدنس يكون هاي اس اللي هو امبيدنس يكون هاي اس اللي هو امبيدنس طيب ماشي مطر كيف حالك؟ تعرف المطر ولا لسه ما جاش الشتاء اصلا مش عارف ولا الشتاء لسه ما جاش لسه شباب يعني تقدر تقول الشتاء جاي ان شاء الله اوكي ماشي شوف الكود تبع الفريق
with source select. لو انا حابب يعمل الديكودر هنعمل اول الديكودر وبعدين افصل ونستخدم تمام نرجع ونعمل الديكودر with source select اللي هو هذا select الـ output enable هنا على بعضه اللي هو الاربعه بس هذول output enable 0 1 2 3 يساوي البيت الاول فقط هو الواحد اذا كان السلكت كم 0 0 او الثاني هو الواحد اذا كان 0 1 او هذا الواحد اذا كان 0 او هذا الواحد اذا كان ايش الادرس هذه الستيت او اللي هتعمل لك مين بوت مش هتعمل الديكودر هذا هتعمل ايش اللي هو الديكودر تمام طيب نيجي نعمل تعمل ترايست بفرز كم بفر انا عندي يبقى بدك اربع بفرز كل بفرز يعمل لك أربع ستيتس كل ستيت بتعمل لك بفرز كل ستيت بتعمل لك بفرز نبدأ بواي زيرو واي زيرو بيساوي اي زيرو وين اب نيبل نمبر زيرو بيت نمبر زيرو بيساوي واحد انسى كام وبعدين واي واحد بيساوي اي واحد والاب نيبل نمبر واحد از وان انسى زد وهكذا المليون تمام بس لسه لحتى الان ما تكون ما كملش الفص بتعمل شورتنج ما لقيت عليهم لو وقفت لغايه هنا صار طالعين كده مش موصلين بدي اعمل شورتنج ان اعمل منهم اللي هو الباص اعمل الباص ايش بتسوي؟ بتقول اللي هذا داتا باص بيساوي 0 داتا باص بيساوي 1 داتا باص بيساوي 2 معناته يو ار شورتنج الاربع ضمائر هذا معناته طلع ذلك الفيجر اللي قدام ده طب لما هتطلش اس هاي بي السي اذا سبيسيش عندك ترى سيبك سيش اللي هو هاي اللي هو ستيت بفر وقلنا لو سيش هاي ستيت بفر طيب ستيت بفر اوكي فهي مثل الانس كيف؟ بصير ما هذا الارض فايد عندما تصير الارض تنين وزين مثلا واحد جيه طيب ما حطش الاسم مرة ارجع للكوكات استيقظ اسامي ستيت تمام ال ايش الكوكات استيقظ اسامي السيجنال بيساوي كذا وين كذا مظبوط ولا مظبوط وين كذا إلس يساوي إلس ارجع شوفوا هذا ارجع فهنا we have to write the code عشان يطلع لك ايش هاي ايش الترايس الاخر يعمل ستيت اللي هو الثالث هذا المكتب اوكي بيقول لك ايش انه الانترنال اللي هو الترايس ستيت باسز لو انت في عندك اي بي جي اي وجواها انت بتعمل باس بس داخلي يكون ترايس ستيت في الديفلوبمنت ممكن يعمل لك اللي هي مشكله ليش؟ لأنه بقول لك اللي هي الالغوريثم اللي بيستخدم في سكويرز تمام؟ اي دي اي اللي هي الكترونيك ديفلوبمنت ايش اللي هي اختصار ذلك؟ الكترونيك ديفلوبمنت صارت مش مشكلة اوكي؟ الالغوريثم اللي هو المستخدمة في الديفلوب سكويرز مبنية على بول الانجمرة وبول الانجمرة فيه كم قيمة؟ 0 أو 1 ما فيش فايل قيمة ما حطيت لك حدا شغال كده بس الاساس تقييمه اللي انت زيرو عند واحد ما فيش هاي بس عمركم في الماده بتاعت الديزاين حطيته في التبسيط لما كنت اركب دماغ غيره اللي هاي بيتونس زيرو عند قالوا مرات بداخل الكود كير واخد بالك عشان تبسط بشكل لكن ما كنتش بداخل هاي بيتونس في الموضوع تالي بتغلب الايش اللي هو السكوير السكوير ما بيقدرش يتعامل مع الهاي بيتونس اللي هو فعلا نحن اوبتمايزيشن ناحية اوبتمايزيشن تايم اناليسيز وشغلات اوكي وبعدين حتى تراي ستيت بفر اللي هي التكنولوجي بدنا ايش معنى التكنولوجي بدنا؟
يعني مش كل تشيب تختارها انت في جي او غيره او ستاندرز او اخر تلاقي فيه امكانيه تعمل جواها تراسل بطن. هذا معنى المكونات الداخليه تبعتها السيل تبعتها والليست تبعتها مش كلها بنفع تعمل انترنال باص يكون احد حالات الترايز. فانت اذا بدك تعمل باص بدل ما تعمل تقدر تعمل اذا بتعمل باص انترنال انترنال داخلي تقدر تعمله اللي هو ايش؟ اللي هو بالمالتبلكسنج سيركت عادي. يعني مثلا الباص اللي فات كان ممكن نعمله بشكل سريع ويت سورس سلك داتا باص بيساوي 0 1 0 0 يساوي اي 1 1 0 1 بيساوي واي 2 وين 1 0 يساوي 3 وين 1 من اخر. تمام؟ تلقى الاولاد بيطلع اربع بير؟ لا اتاني مونتانا بيطلع كم بير؟ بيطلع واحد. اتاني مونتانا بشكل ديفولت بعد ايش فديته؟ بيطلع بيكون هل ممكن يكون اللي هي اكثر من بيت هنا وانس ات ذا سيم تايم؟ لا لا. اذا هل ممكن يكون اكثر من بفر اكتيفيتد ات ذا سيم تايم؟ لا. طيب هل ممكن ايوه التنفيذ ايوه التنفيذ يعني ساعه ما الميزيكا سيت تكون موجوده تمام يكون هنا بس واحد من هذول واحد تمام بس واحد يكون شغال يكون واحد لو هذا اللي شغال يكون هنا الشورت يكون عايز يربط احنا وهذا يكون هاي اذا صار هيك كانه مقطوع يعني تمام فتاني وانتر يو البرايم اللي هو النص هنا نص كم سورس وان سورس يا هذا يا هذا يا هذا مش اثنين او اكثر واضح هذا هو المقصود. زي ما انت تجيب مثلا اللي هو ثلاث برامج اربع برامج خليجة وتحط الاولاني بنزين والثاني سولا والثالث سيل كوبس ماشي مقص كانه سيل قطاع قطاع مدارات للسيارات مقص كانه سيل قطاع قطاع مدارات للسيارات بس ثلاث مرات طلع من كل واحد اللي هو من تحت اللي هو هذا حطنا فيه يعني من تحت تمام وبعدين الفلاقيات بعد المحابس حطت شبيكم محافظة على السنجل اللي هي مصورة خطوة اوكي فقلت انا ما ينفعش تنفع اذا بدها تعمل واحد بنزين فقلت ما ينفعش تفتح اللي هي خطين تفتح اللي هي مصورة برميل لازم البنزين بتعمله بنزين مظبوط بدها تعبيله اللي هو كاز تسكر البنزين وتفتح الكاز لا تعبيله تصير تسكر هم البنزين وتفتح السلك يعني لكن في نات اوبن مور ذان وان سورس من الشركات مظبوط ولا لا؟ اوكي ساعتين تعبيله ان الكاز مع بنزين ادى لك ميتشر مظبوط ولا لا؟ عمل شورت صار لا هو بنزين ولا هو ولا هو بدي لك صار فاليو ان بتوين ما هو نفس الشيء نفس الحال البنزين مش حوصل هنا حلوين هاي ما ينفعش حابين يعني اوبن سيرك كان اسمه نمت كانه مكتوب تمام في الفاليو هنا توصلنا في المرة تطلع على الافضل المصري فقلنا هذا يعني اذا ما كانش مستحيل صعب على الصدر انه يطلع اوبن سيرك لو ما تكون الشيب اللي هو مش فيها الترايستيك كابيليتي الاستراكشر تبعها من جوا بيمك ففي الحاله هذه بتقدر تعمل ويب بسرعه بالشكل هذا بشكل اوكي هذا يعمل لك سيجل مالتي بيكسل هاي راس من هنا ومن هنا خش هذا يعمل مالتي بيكسل هاي صح هذا حط لك كم مالتي بيكسل هذي حط لك كم مالتي بيكسل واحد هذي سيلكتد لا مش هذي سيلكتد لا مش كونفجرات في فيها روح ولا هاد سلكتد في احتمال ما تبي تسجل قادر السايز تبعه أربعة أربعة ليش اللي تبغى تبعه الاي زيرو على زيرو زيرو والاي واحد على زيرو واحد والاثنين والثلاثة وش سلكشن سو سلكت كم بيت سلكشن تو بيت تمام إذا سلكشن زيرو زيرو بيطلع على الأربعة اللي بيصير من الاي زيرو إذا زيرو واحد بيطلع من الاي واحد إذا وان زيرو بيطلع الاي اثنين هذا راح يطلع كم
الكهربي في ده الترايست الطفر اكبر فايده فيه اذا تعمل اكسترنال جاي لك بلان باص بتسيف البول تمام يتجاز كله طبعاً انت بتعمل زاد في اللابتوبس وشغلات هذه بسيستم كبيره يعني بتعمل زاد الباص اللي هو سيستم كل باص والباص له سلوتس كده ويسمح لك انك تعمل ايش الاضافات تجيب كارت اضافي نتو كارت او تقدير وتعمله كتير تحطه في الباص تمام يكون طالع من الكونكتور من السيركت بورد او انزلتد في الباص حتى لازم الباص يكون ترايست في الحاله يعني خلكم ايش اللي هو تراي سكيب ويكون اجيت حطيتها تسع صوت جديد يكون له كنترول حقيقة الباصل مع بيت السيركت اللي هو كنترول اللي هو لاين بعمله انيبل او بسيرو اذا تاني وانت مع الباص تلاقي واحد منه ايش من الكروبس اللي بتقول بعدين قضت اللي هي الاكسترنال باصل اذا انت تقدر تعمل ماتريكس تمام لكن اذا انت عامل سيستم بدك تعمل اكستنشن حكايه اللي هي المتكرر كده تعمل اكسترنال باصل الباص البراني بينعمل ترايستيل عشان يجيلك الامكانيه انت نزلت النيو ايش النيو كاردز واللي واحد من الكاردز بتحطه برضه الباص تبعه تراي تراي كل يعني هذا الاصل يعني المذر بورد بيكون تراي تنقله تراي 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 بتحط زي ما بدك بدنا نشوف استخدام حاجات اللي هو مين هو الدونت كير فاليو موضوع الدونت كير فاليو ما هياش لوجيك فاليو بيقول عن جوبل لكن هي محطوطه لتسهيل الاوتوماتيشن للتصغير لتسهيل الديزاين عشان تعمل سيمبليفيكيشن ممكن تستخدم الدونت كير از انبوت عشان تخلي الفانكشن تيبل تبعتك كلير ومور كومباكت بصير طلع مثلا على الفيجر انش اللي هو الفيجر 6 هذه 3-2 بريورتي اللي هو انكودر شوف هنا بريورتي انكودر له كم انبوت 3 كويس 1-2-3 سماهم ريكويست تمام ومين له الهايست بريورتي رقم هذا رقم 3 بت 2-1-0 هذا له الهايست بريورتي اذا كان هذا اكتف تمام يعني اذا هنا 1-0 بدي لك الكود تبعه كان وهنا برضه هو اكتف بغض النظر عن حدود بيجي لك 2 وهنا اكتف 2 اكتف 1 لكن هنا صار اكتف طلع البت الثاني القدر عادي حتى ما يكتبش تمام هذا الاكتف بيجي لك 1 وهنا اكتف صح هنا 1 بس هذا له هاير بريورتي عندنا لك 1 هنا مين الاكتف هذا؟ عندنا لك 0 هنا ولا 1 اكتف مثلا برضه ايش؟ يو كان رايت التيبل بشكل هذا لكن لو استخدمت الدونت كير فاليو في وصف السيركت بدي لك تيبل سمول كومباكت متضرر يعني صغير وكان سيف 1 دونت كير بكيرلين 0 1 دونت كير 0 1 وبعدين 0 0 وبعد 0 0 صارت كومباكت في الكتاب هنا اللي هي بالتيبل ممكن تستخدمها كاوت فاليو هذا معناته الفاليو كاوت مش مهم عندك وتطلع زيرو تطلع واحد انت مش فارقه معك بتنتظر يعني مثلا اوكي وهذا بيفيد بالذات لو الانبوت كومبينيشن المقابل للاوتبوت هذا اصلا مش حتصير دون كير وهذا يوجد كل استخدمه انتو ايش بالبروتيرو تمام عشان هو ثاني طلع على الفيجر هو الثاني شوف كيف استخدمها مع الاوتبوت لو قلنا السيركت الى 2 انبوت ان بي ولها 1 اوتبوت اللي هو الاف لو 0 الاي ان بي ار 0 0 الاش 0 لو 0 1 1 لو 1 0 1 لو 1 1 تس ممكن يعني دازت مطر سواء طلع 0 او 1 هذا معناته ما تفرقش معي على اعتبار هو يعني في الديزاين تبعه انه الواحد اصلا مش هيصير
او ممكن ما تصير بس مش مش في الجامعه شرط شيء. هو بيهم بس في ثلاث حالات يكونوا سبيسفايد فور ذيس كومبينيشن بالنسبه للبزنس موديل. يطلع يطلع واحد يطلع ايش اللي هي زي اللي هي بتكون. لكن في المثال هذا تبعنا لو احنا ممكن حطينا بدلها اسير ايش تطلع فانكشن لو اتصلت تطلع اي برايم بي او اي بي برايم. لكن لو حطيتها واحد بدل زيرو ايش تطلع تطلع اي او بي. وبالتالي هذه ممكن تفيد اللي هي بالسنثيسيس يعني يعني السوفت وير يعني اختار الفاليو المناسب عشان تقلل من اللي هو اللي هو الحرف. لكن في شويه كلام حنقوله. اوكي طبعا احنا عارفين الدونكر هي اصلا هي احد قيم احدى قيم الستاندرد التسعه مش هيك ولا مظبوط. لكن هو بيعتبرها كانها قيمه مختلفه عن الزيرو بيعتبرها كانها قيمه مختلفه عن الزيرو والواحد. خلي بالك نشوف فيها فيها تفصيل فيها تفصيل نشوف استخدام في الاول كيف بنستخدمها في الكود تبعنا اللي هي as input value. طلع فاكرين قبل شوي ان البريوس انكودر بدنا نوصفه بيشتري الكود. لو كتبنا الشكل الثاني لو كتبنا شكل لو قلنا y يساوي 0 1 ريك يساوي 1 دوكير دوكير else 0 1 من ريك يساوي كذا else يساوي كذا. هذا اقول لك الكود من ناحية syntax correct تمام. لكن هو في البيزك سيركت لما بتصير عمليا اي بيزك سيركت ما بيكونش في دوره كده لما بتشتغل زي تقول كم يا زيرو يا جواب يا زيرو يا كم اللي هي يا واحد. طيب ولا عمرك هتلاقي الفاست كريبتو بيساوي ايش اللي هي 1 ضد 0 اوكي. وبالتالي اللي هو الكونديشن هذا ولا عمرك حيكون ايش اللي هو ترو ولا عمره حيكون ايش اللي هو ترو ولا هذا حيكون ايش اللي هو ترو. هذا ممكن يكون ايش ترو هذا ممكن يكون ايش اللي هو ترو. تالي لو كانت مثلا قيمة الريك مثلا 111 تمام 111 حيصير الواي كام؟ زيرو زيرو مش اللي بدنا اياه. احنا قصنا بالكود انه لو كان 1 يطلع الايش الواي كان 10 انه يحصل الماتش الريك يكون 1 نقطة الكير انه it is true وبالتالي الواي تاخد قيمة 1 لا عم في السنتسيس انا مش عندي دوت كير دوت كير اصلا. بالتالي هذا مش عمره ولا عمره حيكون شو عندي 100 بس. وبالتالي لو انا الواي از 111 هنا مش حيكون ماتش ولا هنا حيديلك الواي في الاخر ايش بيساوي 0 0. وبالتالي رغم انه الكود هذا من ناحيه السنتاكس از كوريكت مش حيجيلك اي ايرورز في الاناليسيز وكذا لكن مش حيجيلك البيزك سيركت المطلوب مش حيجيلك البيزك سيركت اللي هو المطلوب. اوكي لكن كيف ممكن نصحح اللي هو الكود شو كيف ممكن تعمل لو قلنا الواي بيساوي 1 ريك 2 بيتاخر بيساوي الواي مش في دوت كات بيساوي ريك ولا ساعتها لو الريك على بعض 1 1 1 ساعتها الواي ايش هيطلع فعلا 1 اللي هو 0 تمام. إلس 1 الريك 2 داون تو 1 0 1 حددتهم تمام والبيت 0 ما حددتوش تمام دوت كير بيطلع الواي 0 0 0 1 بيطلع قيمتها إلس 0 0 تمام. واضح يعني انا ما استخدمتش الاصلاح هنا وي ار يوزنج الايش اللي هي دوت كير از انت فاليو مظبوط ولا لا؟ لو استخدمناها بالشكل هذا ما تعرفش عليه مظبوط ولا لا؟ فإذا بدي الفانكشناليتي تبعت فيجر التيبلز الثلاثة تطلع كان راكب باللي هو بالشكل اللي هو هذا. اوكي ماشي الحال. كنا اخذنا البيوت الكودر قبل كده بيطلع عليه كان مدينا كود احسن من هذا لكن اتليست هذا الكود سنتاكل كوريكت من ناحية سنتس كوريكت ومن ناحية سيماتكس اتانا للتنير مش هيك اتانا ايش؟ هذا بفرقش في ترتيب النمر الكود اللي قبل كان لازم اي نعم. وهذا كمان فعلا لو انت بدلت ال غيرت الجمل ساعتها it works مظبوط ولا ساعتها ايش مظبوط ولا ساعتها ايش it works تمام.
كيف قال لك فيه في اللايبرري هذه الباكج هذه الميرج ستاندرد في فانكشن اسمها اس تي دي باتش ستاندرد باتش هذا بتعمل دوت كومباريزون مو بتستخدم ساعتها بتعامل مع مع الكاركتر هذه از دوت كير بفسرها كايش دوت كير بفسرها ايش كارون كير عارف هنا بفسرها هنا قاعده هنا بتطلع بظهورها كسترنج يعني واحد باي في باي عشان كده ما كانش بيحصل ايش الماتش لكن اذا بدي اياه يفسرها كارون كير هي صح حاجه بس الظهور كارون كير اللي احنا بنتعامل احنا كبني ادمين نتعامل معاها ساعتها ايش بدك تستخدم ستاندرد ماتش فانكشن تمام معرفه في الباكج دي هذه هنقول له ايش بس بدك طبعا بدك يحط انكلود في الباكج هذه كله واي بيساوي زيرو ون ستاندرد ماتش ريك و ون هايفن هايم ساعتها حيتعامل مع هذه ايزون كي ازون كي توقف اذا بدك اياها انت كانت تستخدم مع ستاندرد ايش ماتش الكلام هذا ينطبق مش بس على الكونفيرم ينطبق كمان على الايش اللي هي سيلكتد سيجنال اساينمنت وعلى الكيس اللي هي الكيس اصلا سيكونشن جيك ولا الكيس تطور ايش؟ سيكونشن نسخ من سيكونشن مضبوط ولا طيب بعد كده اوكي ماشي هو انت مرة تقرا واحد من وشه حركات مضبوط ولا ايش قلنا احنا؟ اي نعم والكلام اللي فات الابرايز لو استخدمت سيلكتد او استخدمت اليمين اللي هي الكيس تمام؟ انت لو قلت تبرده بالسيلكتد لو قلت ويت ريك سيلكت واي بيساوي 1 0 وين 1 5 1 0 1 1 0 1 تمام لكن مش هيجي لك السيكت اللي هي اتعامل مع القيمه هذه 1 هات هات كانه 1 هات هات مش هيعتبر الكارت هذه ايش عامل كدونت هو على هذا عشان صحيح بلاك تستخدم اللي هو على هذا عشان صحيح بلاك تستخدم اللي هو القيم كلها زي الاصل كده يقول ود اللي هي سلك والريك سلك الواي يساوي 1 0 1 تعمل انيموليشن تعدد القيم اللي فيها اوكي ما ينفعش تستخدم هنا الستاندرد ماتش ليش ما ينفعش؟ انا فاهم اليوم برافو عليك هنا الربطية تشويسز اوبس اكسبريشن تمام قيام ده الاكسبريشن اللي هنا تمام اوكي هيك الوكس هذا الكلام على الدونت كير على الهايفن اللي استخدمتها از انبوت نشوف كيف استخدام از ايش از اللي هو اوت فانكشن تيبل تبع 6-3 نرجع نحن نسميها 6-3 ونقول الكلام وين 6-3؟ ايش 3؟ بيتهيألي سوري وين 6-3؟ هذه 6-3 مضبوط؟ وهذه هذه الكومباكت تبعها تمام؟ في تحت اوكي اوكي هذه هنا استخدمها كايش؟ كعرض ايش بقول هنا؟ لا
هنا في غلط هنا تسوى 6/24 هنا 6/4 هنا في ايرور هنا هذا الكلام تسوى كام 6/4 اوكي لقيت 6/4 كم انبوت عنده كان اللي هو 2 تمام لو ضمناهم مع بعض قلنا السليب يساوي اف بلس بي عشان عارف معهم الويتس ويتس سليب سليب الواي بيساوي 0 1 0 0 من التيبل بيساوي 1 0 1 بيساوي 1 0 1 0 ويساوي كذا اذرز تمام من كسرت اكستز اللي هو كوريكت اوكي بس هنا لو كانت قيمة السلكت اللي هي 1/1 قديش بتاخد الواي حسب الريسيرش اللي هي كيف اللي هي دونت كير ولا دونت كير ما متوسط كلمة ما مش حاسبها دونت كير بس اللي هو ناخد لذلك كانت في سنتيسيس بيدي لك ايش اللي هي ايرور تمام والبعض الاخر بيتعامل معك دونت كير ومشي لك اياها حسب السكوير اللي شغال عليه شو ايش اللي شغال عليه بعض الاخر بقول لك لا يعني انت هنا لما يصير 1/1 من دونت كير ودونت كير ايش عندي ازويا اللي هي 1 والبعض الاخر بيتعامل معها ايش كفعلا دونت كير ومستخدمها في الاوبتمايزيشن في ايش في الاوبتمايزيشن بالتالي ممكن لو استخدمها في الاوبتمايزيشن تجي لك سمبل سيرفي زي ما كنت عامل كارنوت ماب كنت تسوق حضرتك الانقياس بتوقعهم والمحايد او السيروز كمان وتعمل اللي تجمع اللي هي المجاميع تمام وتحاول تستفيد عليها ما تقدر من مين؟ من دونت كير اللي ضميته للمحايد يعتبر كان توافق كام؟ توافق كام واحد اذا اللي ضمتوش توافق كام؟ زيرو نفس الشيء تقول بعمل ايه؟ ما تستخدمش كارنوت ماب بتستخدم في طريقه اسمها التابوليشن ميثود هذه كان اوتوميتد تنعمل كالجوريثم يعني كاروك ما بتزول دي تقدر انك تعمل كاروك لانك تعمل اوتوميشن تعمل كالجوريثم كاروك ما معمولة لك مش بتعمل ايش بيلا وزايد لغاية الاربعة او خمسة حتى لو ستة وصعوبة جدا تعمل مصبوط تتغلى اربعة وخمسة كاف لكن مو ذا فور بيلابلز ما بستخدموش حتى لو ماني وستخدمها في سكت التابليشن سواء ماني ولي او التابليشن ميثود بتكون اوتوماتيك كان بيبقى براد بلا دكتور انا جيت في الناس اللي بيعتبروها يعني بقت مشهور مثلا للاوبتمايزيشن طبعا لو عملت في ديل في ليد مثلا تعتبر تعتبرها ايش؟ لو حطيت ليد مثلا ما عملتش ليد ضو ليد الاوتبوت خليته ضو ليد في السيركت خليتها 1/1 دونت كير ايش هيغمز ولا ايش هيعمل؟ لا في البزنس مش هتكون في دونت كير لما يوصل لمرحله التنسز نعرف السيركت هيعتبرها يا زيرو اما السور بيعتبره ايرو اصلا مش هيسمح لك تدخل يا زيرو يا واحد من عندك تشوف انت شو بدك اياه شو بيناسبك او هو هيتعامل معاه شوف ايش الهدور المينيمم اللي ايش اللي هيطلع شوف لو حط زيرو ايش هيطلع لو حط 1 ايش هيطلع تمام لكن في الاخر لما تيجي تحط الليد تشبك هتلاقي الافضل يا زيرو يا واحد يا واحد مش هيطلع بالكير بالمرة مش هيطلع بالكير تمام؟ It is not a physical value بالكير بالكير فقط لما حط الاوبتمايزيشن تمام؟ عشان البروسيس يقرر هاي يعتبرها زيرو ولا ياخذوا على مين احسن له بنشوفه زي ما كنت تعمل في الماب الاوبتمايزيشن هل اعتبرها واحد ولا زيرو؟ لكن وانس اعتبرت شيء معين وطلعت الايكويشن وطبقت الانبوتس عليها هتلاقي يا تطلع يا زيرو يا ايش؟ يا واحد بيطلع بالكير شك ولا واضح؟ هذا الكلام تقول هذا الكلام يكون ثيوريتيكال أكثر منه بعد ثيوريتيكال كثير وبيفيد مش على طول على تعمل كونسيدريشنز على الثاني كونسيدريشنز بروجيشن طبعا اي سيركت سواء كومبينيشن او سيكونشال تكون لها انبوت ولها اوتبوت لو حصل على الانبوت تشينج هل الاوتبوت بيتغير انستنتلي على طول لحظيا ولا بياخذ سم تايم؟
بيعمل سم تايم تمام. من لحظه ما يتغير لغايه ما الاوت يتغير في جسمك ممكن تيك سم جسمك ممكن تيك سم تايم يسموه بروجيشن ديلي تايم تبع الاوسيل والسيل تمام، اللي هو التايم عشان التشينج يصير بروجيشن ينتشر يعني عبر الجسم مختلفه لغايه ما وصل تاثيره لمين؟ للعضو. التايم هذا من لحظة الانبوت تشينج لغاية ما الأرض مستقر بيسموه البروجيشن ديلي تايم تبع الشكل المؤسسي، أو ما بيسموه الشكل المؤسسي. ماشي الحال. لكن أي اللي هي سيستم في العادة بيكون له كذا انبوت مشروط وبيكون له كذا اوتبوت تمام؟ ومن الانبوت من كل من 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 الاوتبوت الواحد عشان توصلوا من انبوت ممكن يكون كذا باث، يعني ممكن تجيله من انبوت اولاني تمشي على ليفل لغايه ما يوصل ايش للاخر، او ممكن من انبوت ثاني تمام ليفل ثاني يكون كله ديفرنت اللي هي باث. يعني مثلا هنا اوصل لهنا ممكن اوصل له من الايه من هنا من كده هذا وان باث، او ممكن من الـ او ممكن من الاف او ممكن من الاف كده 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 وان باث، هذا بيسموه باث. وبالتالي من بين او كل اوتبوت وبين الانبوت ممكن يكون كذا ايش كذا اللي هو باث كذا اللي هو باث. فاحنا لما نحدد الديلي نشوف الورست كيس سيناريو نستخدم اللارجست انبوت اوت ديلي يعتبر هو الديلي تبع السيستم، نشوف اطول باث تمام من الانبوتس لغايه الاوتبوتس هو اللي بيحدد الديلي تبع مين تبع اللي هو السيستم تمام. زي ما بقول لكم ناخد رحله مثلا خلال بكره الساعه 7 الصبح تمام، هو عارفين 22 واحد مثلا طبعا احنا مربوطين بمين؟ يبقى اخر واحد هي هو هذا الدليل صح ولا لا؟ يعني بيجي بدري مش عارفين لنا كثير فعلا المفروض بيفيد اصلا حالا مين رابطنا؟ اللي هو الوز كيس ولا اللي هو الافش الاسود يعني مش هيقدر يتحرك ونخش للسجن الثاني ننتقل ونروح نعمل ديسيشن الباص يتحرك الا لما ايش اللي هي افضل واحد هو يوصل مضبوط ولا اخر واحد لما يوصل بده يطلع في البصر هنا سجن. فبنحدد الديلي تبع السيستم ديتا سيستم اللي هو الوس اللي هو اللونجست باث الباث اللي له ايش اللي هو اكثر اللي هو ديلي. طبعا لما بتكلم على البروجريشن اللي هو اللي بيحدد اللي هو السبيد قد ايش السيستم اللي هي باث تمام، هو اللي بيحدد البرفورمانس تبع السيستم بالاضافه لمين اللي هي الاريا هي سيستم بيهمك حتى السبيد تبعته والسايز والايش اللي هو والسايز اللي هو تبع السايز على الايه السايز الايش اللي هو الايه لانه الاثنين في الاخر بيتحكموا ايش اللي هو الكوست سيستم. عشان احدد الدنيا تبع اللي هو السيستم لازم نشوف ايش الكومبوننت اللي مكونه منه مضبوط ولا كل كومبوننت وقديش الدنيا تبع اللي هو الكومبوننت ونشوف الديفرنت باثز ونشوف اخطا باث وفعلك واجمع مجموع الديليز على الكومبوننت اللي كل باث بيطلع ديليز تبع مين اللي هو السيستم تمام. السيستم حيكون مكون من كومبوننتس كل كومبوننت لها ديلي بعرف الديلي تبع كل كومبوننت بشوف كل الباثز وبحسب الديلي تبع كل باث بشوف اللي هو اطول باث قديش الديلي تبعه تمام، هو هذا ايش الديلي تبع اللي هو السيستم هو هذا الديلي تبع مين اللي هو السيستم. طبعا ادق اللي هو تقدير للديتا سيستم توصل للسيم ليفل لما تحدد توصل بالاخر انت تقول انا احطه في اي جي معين استخدم السيم الاند الفلانيه والليفل الفلانيه والناند الفلانيه عند السؤال ليفل هذا بتقدر ايش تحدد ساكت والليفل الفلانيه والناند الفلانيه عند السؤال ليفل هذا بتقدر ايش تحدد ساكت اللي هو اللي. لكن اللي هو في الارتي ليفل لسه ترانسفير اللي هو ليفل كان في استيميت لك يكون اقل ايش دقه الكل انت في الريزستنس لما زدت ليفل اكثر اوت اكثر كل ما ديلي كان ايش اللي هو اداء. لذلك لما طلع في اول محاضرتين او في احدى المحاضرات الاوائل كنا تكلمنا على التايم اناليسيس راح كنا نحسب اكثر في اكثر من مره مضبوط ولا كل ما تتقدم كل ما جربت من فيزيكال سيركت كل ما الكالكوليشن صار ايش ادق 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 مثل لما تكون شغال على مستوى ريجستر هتعرف انه ريجستر يكون كذا في بكتوب يعني كوبونس كبير إلها صم ديلي ويكون مكتوب في اللايبرري، لكن مثل لما تنزل لتحت تقول انا جيت حواقع ريستر هذا على الاي بي جي رقم كذا
تمام، وتعمل اللي هو الماب الكوريسر هذا هتستخدم عامله بالستور والعامل صار ياخذ قوات هذه وهذه وهذه من السيلز الفرديه. وصف عدد السيلز معناته من السيلز الفرديه، وصف عدد السيلز معناته عدد اللي اكزاكتلي عدد اللي ايش اللي هو اكزاكتلي. إذا الديليت على أساس مين بيحددوا اللونجست ديلي اللونجست باث، مش هيك ولا؟ الباث اللونجست هذا بسميه الكريتيكال باث، بسميه الكريتيكال إيش؟ باث. اللونجست ديلي باث بنسميه الكريتيكال اللي هو الباث الحرج، يعني الطريق الحرج هو اللي بيحدد الديليت تبع مين؟ اللي هي السيستم. طلع على الفيجر اللي هو التالي. على التوبولوجي كانت هي 16 من هون. فرق. هاي فيجر تمام بسيط. ال A 0 A 1 X O مع بعض، واللي طلع هنا X O مع ال مع الاثنين هذا لك Y 2، واللي طلع مع الثلاثة هذا لك Y 3. تمام. وين واضح اللي هل اللي هو وين الأطول باث؟ واضح اللي النقط مش هيك ولا؟ بس وكان كامل اللي عندك 1 2 3. إذا هذا ديلي اللي بحد ديلي لو اعتبرت هذا عباره عن السيستم، هذا الديلي تبع السيستم اللي جاء من واي 0 اول واحد الى واي ايش 3. يا تو سم الديلي تبع الاكس اور هذا مع الاكس اور هذا مع الاكس اور هذا الديلي تبع هذا الكريتيكال باث، بسموه حتى تولوجيكال كريتيكال باث لانه حدا من التوبولوجي تبع ايش اللي هو السيستم، بسموه تولوجيكال اللي هو لكن في شغلة بدك تخلي بالك منها. التوبولوجيكال باث إذا اعتبره كريتيكال، التوبولوجيكال باث مرات بيصير يعني ممكن إذا اعتمدت عليه يدي لك حسبة غلط اللي هو للديلي. بعض ممكن يعمل أوفر استيميشن للديلي بنسميه يعني بيكون في عندك فورس باث. تمام؟ طلع على الفيجر ايش اللي هو تاني الفيجر 6 17. طلع الفيجر هذا هاي مالتي بيكسر تمام 2 1 وإيرو سيليكشن، هاي كمان مالتي بيكسر 2 2 1 وإيرو إيش سيليكشن. وعلى تروح هنا في سام سيركت بتطلع سامثينج الديليت تبعها كم؟ 10. السيركت أشياء مش مهمة عندك، هنا سام أذر سيركت كويس الديلي تبع كم؟ 40. وهنا السيركت الثانيه 60 وهذه كم؟ 20. لو انا بدي اطلع على العميان غير ما ادرس مكونات السيركت ايش بتسوي؟ ايش هو اللونجست باث؟ الاقي هنا 40 بيصير هنا 40 مثلا كده، وهنا 60 بيطلع كم؟ بيطلع 100. على فرض انا عملت ديلي تبع مالتي ديستنس بيطلع كم؟ بيطلع 100. مع انه في الحقيقه مش 100. تلاحظ بس بيكسر هذول تلاحظ يعني اما حيث البات الفوقاني او التحتاني من الديزاين من خصوصية الديزاين، اما هنا ترو ان فورس. اذا كان ترو ويش بات حيشتغل؟ او العشرة او الستين هيطع الدنيا بكام؟ 70. لو فورس من الامين اللي حيشتغل او الاخرين والهذا معناته كتك البات الحقيقي اللي كتك البات الحقيقي كام؟ 70. حقي كم؟ 70. مش 100 بالفتح مجال. بالتالي الأولاني هذا أو الأربعين اللي هو 60 هذا التوبولوجيكال اللي كيكال باث. تمام؟ ما هوش الباث اللي كيكال حقيقي فورس كيكال باث. تمام؟ لكن الأكشوال مش فورس التروك كيكال باث مين؟ اللي هو الفوقاني هذا صح؟ لما طبيعه السيركت زي ما قلنا الشريط حاليا حكون يا ترو فورس، اذا ترو الباث الفوقاني حيشتغل، اذا فورس الباث التحتاني ايش اللي هو اللي حيشتغل، شوف ولا انا واضح. فلكن هنا ايش بقول لك
انك تحدد الترو كريتيكال باث طبعا هذا لما هيضطر يخش لما الناس تسكت نفسه ده بيعمل تعال معهم بيراقب يشوف مين الافضل بيجمع وبيشوف الاشي ودي هنا طريقه تطلع على السلكشن ولمين خاشش للمدرسه الاولاني والثاني لو كان واحد هدف انشغال وهدف انشغال وشو ده ايش اللي بيصير فتحديد الترو كريتيكال باث يكون ايش اللي هي تو ماتش هذا الثاني اللي يكون هذا لكن في العاده بنستخدم الالجوريزم مش مشكله مع الالجوريزم شوي لانه اسهل بدوش اناليسيس بدوش ايش انا توريكال على طول حتى لو طلعت ورد هو ايش عين توريكال ايش مطلع الدنيا ايش ماله بيعمل اول استيميشن كل حاجه تكون اقل بيعمل اوفر ايش اللي هو استيميشن اوكي بيقول لك حتى هنا السكور بيستخدم في الغالب توريكال زي ما قلنا لكن ممكن مانوالي يدي لك امكانيه يدي لك نت ليست على السكرين وانت تستبعد الفور سبوت يقول لك سيبك من البارت الاول البارت اللي هو لكن هو يعتمد بالاساس على مين؟ على تحديد الدليل تبع السيستم السكورز يعتمد على التوبولوجيكال باث تمام؟ التوبولوجيكال كريتيكال باث يعني قلنا انه الاريا والديلي هذول اللي هو الميجر ديزاين كاتيجوري مش الاريا والسبيد تمام الاريا يعني السايز الديلي كل ما كان ديلي اللي هو اقل كل ما احسن لك مش اصلا انت عشان وهذا ولا صار والاريا كل ما كان احسن ليش الاريا كل ما كان اضعف كل ما كان احسن ليش لانه اذا الاريا اقل معناته اول شيء اذا بياخذ مساحه ما فيش كومبوننتس كثير ياخذ الكول كونسامشن بيكون اللي هو اقل فلك والكوست بيكون اقل كل شيء بيكون اللي هو اقل فلك فبيجيبك الاثنين يكونوا لا يعني تمام لكن ما نقدرش تعمل ديزاين الاثنين اوبتمايزد بيعمل ايش؟ اللي هو الاريا في الغالب حتى انك تعمل كومبرومايز مش اوبتمايز كومبرومايز توفيق كومبرومايز يعني توفيق اللي هو بيرن اوكي لانه حيصير انه تلاقي انه اذا بدك السيركت از فاستر معناته الديزاين حتلاقيه غالب هو كومبلكس وبالتالي بيختار مور ريال سيلك الاستيت يعني بده عقار حتى يروح سيلك مساحه يعني تمام اوكي ماشي حد ولكن لو سيرت كانت اللي هو سمولر زي لوك واحد اقدر فكل واحد سمولر زي لوك واحد اقدر فكل واحد اقدر الهضور بيكتر بس بسرع المين يقلل البروجيش تبع اللي هو الفارس يكتر الاريا بس يزيد المين اللي هو السرعة تمام اذا عملت السيركت اللي هو اصغر يعني عملت مثلا الاريا معناته انت هتضحي بالنسبه لمين للسبيد البلد الاثنين اللي هو عكس بعض اللي بيصير لاي سيركت تعمل اي ابلكيشن بتلاقي ممكن تعمل اكثر من اركتكشر من اكثر من امبلمنتيشن كل اركتكشر لها سيرتن اريا ديلي كاركترستكس على الديسك الفلانيه الى الاير الفلانيه وديلي الفلانيه الى الاركتكشر الثاني الى الاير الفلانيه وديلي الثاني الصور نفس الفانكشناليتي بتتعامل اكثر من طريق اكثر من اركتكشر كل اكتشن الا ايش الا ايه ديلي ايش اللي هو كاركترستكس تمام طلع على الفيجر ايش اللي هو الثاني شايف هنا هذا ايه ديلي تريد اوف كير واحد البوينت هذه تمثل لك 1.1 اركتكشر لها مينيمال اريا لو قلنا الاريا لو الكير لو الخط هذا هو الاريا وهذا هو ايش الديلي الى مينيمال اريا لكن واضح انه الديلي ايش؟ عالي تمام هنا الديلي وسط الاريا وسط والديلي ايش؟ وسط هنا المينيمال ديلي لكن الاريا ايش؟ كبر لاحظوا من هم ايش اللي هم عكس بعض مش هيك ولا بدك تصير مسكين اكثر بدك تحط هاردوير اللي هو اكثر مظبوط تمام هذا معروف زي اللي هي في البنك مثلا نحط البنك جاست اللي هو عشان يستقبل الناس ويعمل معاملاتهم لكن
تخيل الديشن الليله تكون بدك سمونس فيه بدك مون ادوات موظفين اكثر بكل مصحات مضبوط على بدك موظفين اكثر بس هيك عروات الجهاز اكثر ورواتب اكبر العروس الكاستمر خلاص لكن هياخد الاول اكثر ممكن تخش لما هيدفع بس في الاخر ايش الدفع يكون ايش؟ هيكون كوست اعلى مضبوط على ده وبعدين وين هيتحصل كوست على الموضوع تاني تمام؟ اوكي ماشي طبعا يكون معلوم هي الاله والسكيل ما تقدرش اللي هو تزودهم بلا حدود توصل نقطه يمكنك يعني يكسيد الليمت معين شوف ولا هذا معروف يعني خلينا نشوف المثال ليش اللي هو التالي طلع على فيجر لسه معنا 10 دقائق فيجر 19 طيب ماشي محمود انسان محترم ومؤدب انا عارف كلكم محترمين والله تتكلم خفيف كويس كويس طلع الفيجر ايش الفيجر تحديد لك هي سيركت من ثلاثه اوبريشنز بدنا نشوف اللي هي الفيجر اوبتمايز فور اير اوكي هاي نشوف الفيجر اول فيجر هاي نعم اوبتمايز فور اير طلع هنا بده اي 0 مع الاي 1 بده اياه بده الاور بده اياه كاور طلع كاي 1 وبعدين بده اللي طلع هنا مع هذه واي 2 واي 3 قديش الاريا كم جيت؟ يعني فكيت كاوس 3 جيتس تمام لكن الديلي لكن الديلي برضه كم جيت؟ الديلي تبع كم جيت؟ 3 الاريا 3 جيتس والديلي برضه 3 1 2 3 مظبوط طيب شوف هنا لو اجى شوف هنا اجى قال لك هي الواي 1 اشكاليه وبعدين هذا الواي اشكاليه وبعدين لو اجى هذا ضاف الجيت هذه الزياده عمل 2 مع 3 مع 3 وقال لك اوت بعدين هذا معنا اكس وور ثاني ايش الديزاين هذا؟ مين اكبر من ناحيه هذا ولا هذا؟ الليله الاول كاريا كاريا هذا اكبر 4 جيتس لكن كديلي هذا قد الديلي تبعه؟ 2 جيتس بالتالي صار مثال واضح صحيح وليد فعلا اذا بدك مور سبيد معناته بدك مور اكثر تمام هلا على سيرك بسيط من بالك ست اشهر على طول خط يعني بدك هاردوير اكثر بدك تجي اسرع بدك تزود الاريا تمام بدك تزود ايش هو اثنين مكانش مش موجود بعد مرة شروق. وبعدين الاثنين هذول اللي هي مواضع نفس السنة تمام هي الاكس ار ايش بقول عنها الباك سكوير ايش بقول عنه تبادل ايش بقول عنها مش اشياء انا واحد زائد اثنين المهم احد بوكتس واحد ملك اللي هي 27 تمام هو سعر الخاصيه هذا تمام اوكي ففانكشنلي ذا سيت ذا سيم جهادي فانكشن لكن من ناحيه الاريا اند سبيد سبيد كاركترستكس ديفرنت شوف ولا هذه اسرع لكن اكبر اسرع لكن ايش؟ لكن اكبر واضح؟ اوكي ماشي تمام عدد السكور بيعمل لك اياها اوتوماتيك عادي تمام؟ اي نعم لما اذا الديلي مش عارف بقول لك طب خلص ماشي هتصرف بمده تحش لك شغلات هنغير البونس من اساس ايش يقلل لك الديلي لغايه ما تقدر عليه وله ليمت برضه في الاخر فانت ما تقدرش تعمل اي حاجه
طبعا لما نتكلم على اللي هو سيستم ديتا سيستم كبير في العدد بيكون مكون في بارس بيكون سيكوشن وفي بارس بيكون ايش كومبايناشنال واللي بيصير انه هو مرات بنضيف سام تايمينج كونسترينتس لاثنين بتقول انا بدي دليلكم كذا ما زيدش كذا بدي لما يكون ايش عن كذا طبعا لو قلت دليل كذا بتقدرش تثبت استاذه انه يدي لك كذا صدقه بالظبط بس بيعمل لك اقل منه يعني قديش اقل يعني اذا كان على قد ما يقدر هو شطار تجيب المكسب بقى المكسب بدي كذا 100 مثلا دليل بيعمل لك اياه نرجع عن ايش عم اذا ممكن اذا انت اجبرت وديت الاركتشر غلط مش غلط الاركتشر مش مظبوطه تمام مش مظبوطه يعني فانكشن مظبوطه لكن مش يعني مش باد ديزاين زي ما قلنا وقلت له بدي تستطيع تعمل الشبكه وانا حصلت من الشبكه قلت له نادي يا بلاش يقول لك لا مش قادر احط لك اللي بدك اياه خلاص فايه له برضه اللي مش شبكه ولا اوكي ماشي يعني في الديلي بنحدد بيها السيرت الماكسيم اللي هو الديلي طبعا نقول اساس الديلي بيعتمد على الكريتيكال باث مش هيك ولا وبالتالي اللي بيصير انه السيرتون ما بيعملش اوتوماتيشن لكل الباثز بيعمل اوتوماتيشن لمين؟ للكريتيكال تمام يعني في الاول ايش بيسوي؟ بيجيب لك المينيمم اري امبلمنتيشن مينيمال اري وانا لو المينيمال اريا حقق الستيت المطلوب من احد اللي كان ابي تمام لكن لما حقق بروح بسوي بيه انايزنج ويش للسيركت للنتس طلعت طالع الالكتريكال اللي هو باث بيجيب ايش اللي هو السيستم ديلي اذا الديلي تبع الالكتريكال باث بتجاوز الكونسترين ايش بده يضيف سم جيتس تمام بيعمل انايزنج من اول وجديد بشوف الديلي تبع السيستم تمام بيجيب الالكتريكال باث بيجيب ايش اللي هو الديلي اذا لازال الديلي اكثر يضيف كمان بكرر العملية لغاية توصل لمرحلة انه خلص الديلي تبع السيستم اللي طلع الكريتيكال باث اللي طلع والديلي تبعه اقل من الاسم الماكسيمم اللي انت حطيته ماشي الحال؟ اوكي طيب هذا الكلام بده وقت الهدف حدثنا معناته عن تايم الهدف المرة الجاية نكمل